وفي هذا الصدد لابد من التذكير بمرامي واهداف الورش الملكي للحمايه الاجتماعيه واللي هي جات ايضا في التدخل السيد الوزير، وهي تعميم التامين الاجباري الاساسي على المرض لفائده 22 مليون وكان ذلك في 2022. سامر بعجاله لان تم تقديمها في العرض السيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه. تعميم التعويضات العائليه لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سنه دروس وما بين 2023 و2024 وما يقارب 3 ملايين اسره بدون اطفال في سن التمدرس، وايضا توسيع قاعده المنخرطين في انظمه التقاعد لفائده 5 مليون المغاربه في افق 2025، وتعميم الاستفاده من التعويض عن فقدان الشغل كما قلنا في سنه 2025 لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار. حضرات السيدات والسادة، لقد نهجت وزارة التضامن الإجتماعي الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومساهمة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية مقاربة تشاركية ودامجة هدفها الانفتاح على الفاعلين الترابيين لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، وذلك من خلال العديد من المحطات، ولعل أهم هذه المحطات إطلاق الوزارة في دجنبر 2021 مشاورات وطنية موسعة همت الجهات الاثنى عشر للمملكة، شارك فيها أكثر من 2100 مشارك ومشاركة ممثلين على المواطنات والمواطنين طبعا بالجهات من مسؤولين في القطاعات اللامركزية، المنتخبين، المجتمع المدني، ممثلي القطاع الخاص، الجامعات، الأكاديميات، وذلك للوقوف على انتظاراتهم وإثر هذه المقاربة التشاركية في الجهات. بلورت الوزارة وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة استراتيجية جديدة جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة مستدامة، والتي تتوخى بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسر. نحن نتكلم عن تعزيز القدرات والأفراد على الصمود، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة من خلال إطلاق ولأول مرة الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد جسر، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعية لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة. وتنبني هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور: أولا بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، تهيئة البيئة الاجتماعية عبر آليات رقمنة وآليات الجودة والولوجيات، المساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة من خلال تركيز تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، والمحور الثالث وهو أساسي وهي الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة كرافعة لتنمية اجتماعية منصفة ودامجة ومستدامة. حضرات السيدات والسادة، في هذا السياق تعمل الوزارة ومكونات القطب الاجتماعي على اقتراح أجوبة تعتمد مقاربات مبتكرة لتنزيل ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الأوراش الكبرى لبلادنا وضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر على المواطنات والمواطنين، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تطوير المساعدة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش ودعم التماسك الاجتماعي عبر الاستثمار في العنصر البشري. يعني التوجه الأساسي هو الاستثمار في العنصر البشري كما هو موضوع الورشة أو الندوة اليوم، ودعم القدرات عبر منصات رقمية تهم أو تعمم برامج التكوين والإرشاد والتوجيه والتكفل بالفئات بدون سند عائلي في مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية، وإحداث جيل جديد من الخدمات للأسر والفئات في وضعية هشاشة، وذلك كما قلنا عبر مقاربة جسر اللي هي Green Inclusive Smart Social Regeneration، وأيضا تطوير مهن الرعاية وهذا مهم جدا لتطوير المنظومة الاجتماعية وبالخصوص العاملين الاجتماعيين بغية تحقيق الاحترافية والمهنية، يعني مهنة الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تجويد التدخلات والممارسات في الإيجابية في حياة الأفراد والجماعات، وكذلك تشجيع إدماج النساء لأن اقتصاد الرعاية هو يعني اقتصاد مهم لإدماج النساء في التنمية المجتمعية سواء من داخل البيت أو خارج البيت عبر خلق مهن جديدة كمساعدات الأمومة وأسر الاستقبال للأطفال والأشخاص المسنين المحرومين من السند الأسري. وحنا كنشتغلوا على الإطار القانوني لأسر الاستقبال، كما سيمكن إخراج نصوص تطبيقية لقانون تنظيم مهن العمل الاجتماعي والمسطرة الاعتماد راهي في طور المصادقة من تحقيق قفزة نوعية للنهوض باقتصاد الرعاية. أيضا تطوير البرامج الوقائية والحمائية للأسر والأفراد، وشاف عرض السيد الوزير أن الوقاية مهمة جدا، حيث تعمل الوزارة في هذا الإطار على تطوير البرامج الوقائية الاستباقية لكون التدبير العلاجي لوحده قد أبان عن
محدوديته وارتفاع كلفته، ويتعلق الأمر ببرامج التشخيص المبكر للإعاقة داخل الحضانات ودور الأمومة، وكذا برامج الوالدية الإيجابية، الوساطة الأسرية، الإرشاد الأسري، برامج التمكين الاقتصادي للأسر والنساء، حيث تم في 2022 استهداف 36 ألف امرأة في إطار مقاربة تشاركية مع جهات المملكة واللواتي يتم تكوينهن عبر منصات رقمية. أيضا تطوير المهن لتمكين النساء للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وتنعرفوا بهذا واحد التحدي مهم جدا بالنسبة للنساء والأسر، عبر تطوير خدمات مساعدة الأمومة، تطوير بنيات استقبال الطفولة الصغرى، والوزارة برمجت 100 حضانة في الأحياء يعني في سنة 2023، حضانات مجانية طبعا أو منخفضة التكلفة بالنسبة للأسر يعني ديال الطبقة الوسطى أو في وضعية يعني وضعية صعبة. وموازاة مع ذلك تم إحداث 82 مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، هذا كان في 2022، للإيواء موفرة كتوفر على الإيواء الاستعجالي في جميع الأقاليم، وإحداث المنصة الرقمية لأكاديمية التمكين لتعزيز تكافؤ الفرص وتقوية قدرات النساء، إلى إضافة إلى إبرام اتفاقية شراكة من أجل تكوين 10,000 مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030، وهذا كانت شراكة مع مجلس إعلان مراكش 2020 لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات الذي تترأسه سمو الأميرة الجليلة للا مريم، وفي إطار شراكات مع قطاعات أخرى كالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. تطوير برامج لحماية الطفولة، حيث تعمل الوزارة على تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة اللي كان فيها الشطر الأول، لكن كانت هناك عدد من المفاهيم يعني كان خاصها التنزيل، فخاصة برنامج وضع الأجهزة الترابية المندمجة اللي بدينا كنزلوا نزلناه في أكادير وفي إنزكان، وكملنا يعني المنظومة بدعمها بوحدات حماية الطفولة للمجتمع المدني، ونشكر المجتمع المدني على انخراطه، النهوض بوضعية الأشخاص المسنين من خلال تنفيذ برنامج وطني للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين في إطار يعني ماشي كل فئة بوحدها، ولكن في إطار سياسة أسرية متضامنة تضمن بقاء الأشخاص المسنين داخل الأسر وداعمة للروابط الأسرية والقيم مجتمعنا المغربي العريق، خاصة التضامن التسامح والانفتاح والقيم الإنسانية والكونية بصفة عامة التي تنخرط فيها بلادنا وتشارك في تعزيزها وبنائها، كالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية والاجتماعية. وهذه السياسة أيضا ميسرة للإدماج الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة، ومقوية للروابط الاجتماعية ولقدرة الأسر على التحمل والصمود، مهم جدا تعزيز قدرة الأسر على التحمل والصمود في مواجهة التحولات والتغيرات الاقتصادية والبيئية والثقافية. إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر ملائمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع القانون 65/15، لأن باقي فيه نصوص كنشتغلوا على تنزيلها، نصوص تطبيقية. برامج الدعم الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة والمتعلقة بتحسين ظروف تم درس الأطفال في وضعية إعاقة، بحيث خصص البرنامج الحكومي 500 مليون درهم سنة 2022 وأيضا في سنة 2023. هاد 500 مليون درهم شاملت تقريبا 340 مليون درهم لتم درس الأطفال في وضعية إعاقة، بحيث عندنا تقريبا 22 ألف طفل اللي هو ممدرس، بالإضافة للأطفال في وضعية إعاقة خفيفة اللي هما في تمدرس في التربية الوطنية اللي كيوصل العدد ديالهم تقريبا 80 ألف طفل، بالإضافة للمعينات التقنية وأيضا الأنشطة المدرة للدخل. لهذه السنة تم تقديم 9,000 برنامج للأنشطة المدرة للدخل لأشخاص ذوي إعاقة. حضرات السيدات والسادة، لقد أصبح إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خيارا استراتيجيا تعمل الحكومة على تكريسه، باعتبار أحد أهم أولوياتها ليس فقط لارتباطه بالالتزامات الدولية لبلادنا، ولكن لارتباطه الوثيق بحقوق المواطن في الاستفادة من جميع أنواع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وفي الختام أرجو أن تكلل أشغال هذا المنتدى الذي تنظم المؤسسة التشريعية وشركاؤها بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.